في وقت تشهد الجزائر صمتا انتخابيا، جاءت الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم بعناوين مختلفة، أبرزها 24 مليون جزائري مدعوون للإدلاء بأصواتهم، عنوان أوردته جريدة الشعب لتذكر بأن موعد حسم سباق الرئاسية غدا الخميس، وكل مواطن مسجل يمكنه الانتخاب ببطاقة الهوية الوطنية. جريدة أخبار اليوم عنوانت هي الأخرى إجراءات استثنائية لتأمين الانتخابات، هذا نظرا لخصوصية الموعد وحساسية الأوضاع. وذكرت الصحيفة بأن السلطات العمومية اتخذت كل التدابير الأمنية والتنظيمية لضمان السير الحسن لعملية الاقتراع. ساعة الحسم تقترب والكلمة للصندوق هو ما كتبته جريدة الشروق اليوم بالبنط العريض، وأشارت إلى أن مترشحين صامتون و24 مليون جزائري معنيون باختيار الرئيس الجديد. هذا وسلطت جريدة الحوار الضوء على أحكام العدالة في ملفات الفساد، وعنونت النفاد لأويحيا وسلان والبراءة لزعلان، وهو الحكم الذي أعلن عليه قاضي محكمة سيدي محمد ضد وزراء وإطارات ورجال أعمال تورطوا في فضيحة مصانع تركيب السيارات. أما جريدة الخبر فاحتل صدر صفحتها عنوان يقول رجال بوتفليقة تحت الصدمة، مفصلة بخبر تعويض عشيب ب200 مليار سنتيم وربراب ب10 ملايير ومنوط ب50 مليار سنتيم، فيما أكدت أن المحامين قرروا استئناف تلك الأحكام. اليد الثقيلة للعدالة عنوان اخترته يومية إكسبرسيون، وفي التفاصيل تطرقت الجريدة إلى فضيحة تركيب السيارة والتمويل غير المشروع للعهدة الخامسة، وقالت أن المدانين يتعين عليهم دفع 2000 مليار سنتيم إلى الخزينة العمومية.